السلام عليكم. اليوم جبناكم معنا لواحد البلاصه جديده باش نكتشفوها كاملين. هاد البلاصه سميتها سيدي الرباط، ماشي الرباط اللي كنعرفوا عاصمه المغرب، هذا سيدي الرباط واحد اخر. هاد البلاصه فيها واحد لابلاج رائع كيف ما كتشوفوا ومميز بزاف، وغادي نقول لكم شنو اللي كيميزو. خليكم معنا وغادي تعرفوا عليه اكثر. اللي كيميز هاد الشاطئ هذا بزاف وهما هاد الكهوف اللي كتشوفوا قدامكم، بانينهم في وسط الجبل وكيديروا لهم البيبان والشراجم وكيفرشوهم لداخل، وطبيعي الحال كيكريوهم للناس اللي كيجيو في الصيف باش يخيموا، التوريست بصفه عامه. واخا الحراره برا ملي كتدخل كتلقى الجو مبرد لداخل. هذه الحاجه اللي عجبتني بزاف هاد لابلاج هذا، يعني كتبدل داك الروتين ديال لوطيل ولا الديور ديال الكرا ولا القيطون، هنايا كتجرب واحد الحاجه جديده اللي عمرك ما درتيها من قبل. وكيف ما كتشوفوا كاين عدد كبير من هاد الكهوف هادو، وباقيين كيوجدوا فيه وباقيين كيبنيو في وحدين اخرين وكيحفروا في الجبل، لان لقاو واحد الاقبال كبير من طرف الناس خصوصا السياح اللي كيجيو من الخارج، كيعجبوهم بزاف بزاف هاد الكهوف هادو وهاد لابلاج بصفه عامه. وبالنسبه للناس اللي كيعجبهم يصيدوا بالقصبه او الصناره، احسن بلاصه هي هذه البلاصه كيجيو لها بزاف الناس يصيدوا، وحتى الناس اللي كيعجبهم يجمعوا بوزروك كيعجبهم ياكلوا بوزروك، فهاد البلاصه كيكون فيها بزاف متواجد صغير وكبير، يعني بزاف د الاحجام يفو كيرجع للبحر كتلقاو هنايا موجود بزاف. وهاد لابلاج ديال سيدي الرباط كيجيو له حتى الناس اللي كيعجبهم السورف، لان كما كتلاحظوا الامواج موجودين وكيجيو له لي توريست بزاف. عرفتي راه معروف برا المغرب اكثر من وسط المغرب، يعني قليل المغاربه اللي كيعرفوه، ولكن لي توريست برا راه كيجيو له بزاف لان كيعجبهم هاد الستيل ديال الكهوف، وكيديروا السورف ديالهم على طول العام، يعني العام كامل كيجيو له، هما ما عندهمش مشكل. واللي زوين عاوتاني في هاد لابلاج هذا هو انه واسع، ما فيش صداع ما فيش زحام، كيجيو العائلات كيتبحروا على خاطرهم، ما كاينش داك الازعاج اللي كنلقاو في لي بلاج اللي في وسط المدينه او حدا المدينه. هنا كيجي الراجل مع مراته وليداتو كيبعدوا كيعوموا على خاطرهم، ما كاينش اللي ديرونجيهم، لان فهاد الجهه هادي ما كاينش الساكنه بزاف، الناس قلال والديور مفرقين، ولكن الكرا راه موجود، كاين الديور ديال الكرا، كاين لي زوتيل، كاين لوبرج، يعني انت ولا قد تجيبك بطبيعه الحال انت والامكانيات ديالك. الى عجبكم هاد الشاطئ ديال سيدي الرباط وبغيتو تجيو تخيموا هنايا، راه هاد الشاطئ غادي تلقاوه ما بين اكادير وتيزنيت، جا في اقليم شتوكا اتباها، يعني لو وصلتو حتى لاكادير اغتنموا الفرصه وهبطوا، لينا هو جاي في الجنوب، يعني اكادير جهه الجنوب طريق تيزنيت. الى وصلتوا ليه ننصحكم تجيو تشوفوا هاد البلاصه هادي وهاد المناظر، لانها فريمون زوينه بزاف وغادي تعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.